أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج نبض الشرق عبر قناة سما الفضائية. أتحدث إلى ضيوفي في محورين: المحور الأول المتعلق بالعلاقة السورية التركية وفق التطورات السياسية والتصريحات الدبلوماسية الأخيرة. هل فعلا التطبيع بات قاب قوسين أو أدنى بين دمشق وأنقرة؟ ما هي مؤشراته وما هي ملامحه وما هو مستقبله؟ كيف يبدو الوضع في الشمال السوري؟ هل الوضع متعلق بتركيا في الداخل أم أن الاستراتيجية التركية فعلاً تتعلق بدول الجوار وباستراتيجية جديدة تجاه سوريا كما بات أركان عدد من الرئاسة التركية يتحدثون بهذا الاتجاه؟ ماذا عن دمشق وما هو موقفها؟ ثم أتحدث في القسم الثاني من هذا البرنامج عن التطورات في الجزيرة السورية، موقف قسد من أي عمل تركي في الشمال السوري فيما يتعلق بهذا التطور، لا سيما أن التصريحات لقيادي في قسد يتحدثون عن عدم راحة وقلق فيما يتعلق بتواجدهم شرق الفرات. ما هي خيارات قسد الآن؟ وهل باتت طريق دمشق إليهم معبدة أم ما زالت مليئة بالمطبات أمامهم؟ أهلا بكم إلى هذه الحلقة. في الاستديو سركيس قصرجيان، الصحفي المتخصص بالشأن التركي. مساء الخير. مساء الخير لك. ومعي عبر خدمة سكايب دكتور سمير أيوب، محلل في الشأن الروسي، عضو المركز الثقافي الروسي العربي. مساء الخير دكتور. مساء النور، أهلا وسهلا، تحياتي لكم ولضيوفكم الكرام والمشاهدين. أهلا وسهلا. أيضا عبر خدمة سكايب من القامشلي بسمان العساف، رئيس تجمع سوريا الواحدة. أهلا. أهلا وسهلا، تحياتي إليك والزملاء الكرام. تحياتي لكم جميعا مشاهدينا الكرام. بعد هذا الفاصل أبدأ طرح الأسئلة على ضيوفي. أستاذ سركيس، رح أبدأ من المحور الأول المتعلق بطريق أنقرة دمشق. هل بات هذا الطريق واضح المعالم على الأقل لجهة التصريحات التركية الأخيرة؟ طبعا، يعني موضوع التطبيع أنا بتقديري هو واقع لا محالة، يعني جاي، ولكن الطريقة أو المنهجية التي سيتم فيها التطبيق هنا الخلاف. حسب معلوماتي يعني الموثوقة إلى حد كبير، 7 أحزاب تركية تقدمت بطلب لزيارة دمشق والتنسيق من أجل التطبيع أولا، وموضوع اللاجئين، عودة اللاجئين السوريين ثانيا. هناك أحزاب يعني على شعبية كبيرة جدا، لها ثقلها ووزنها، مثل حزب الشعب الجمهوري، الحزب الجيد، وهناك أحزاب صغيرة، طبعا بينهم أيضا حزب العدالة والتنمية. يعني الملاحظ بأن التطبيع دائما يتم الحديث عنه من قبل السلطات التركية، وتسريب الأنباء عن طلب اللقاء أيضا من قبل تركيا. هذا يوجهنا بطبيعة الأحوال إلى نتيجة بأن التطبيع حاجة تركية كبيرة جدا، وإن كان هو حاجة سورية أيضا طبعا بطبيعة الحال طبعا. طيب. ولكن الملح أكثر والذي يحاول تحقيقه أكثر هو في حاجة أكثر، وأنا بتقديري يعني حسب رؤيتي تركيا اليوم بحسابات الانتخابات الداخلية وبتحالفاتها الإقليمية والدولية باتت غير قادرة على الاستمرار في هذا النهج الحالي الذي هو أصلا مخالف للطبيعة. يعني كلمة التطبيع هو الطبيعي، يعني معناته توقيت والتسرع والسرعة بإنجاز هذا الملف.
يدلك على أن النية هي نية داخلية تركية وليست نعم. علاقات جادة طبيعية بين سوريا وتركيا. يعني حتى إذا كان هناك علاقات جادة وطبيعية لكي لا نذهب إلى تحليل النوايا، ولكن على الأقل التوقيت الحالي هو توقيت موجه للداخل، للرأي العام التركي الداخلي وللسياسة الداخلية بالمطلق، هذا أكيد. في استطلاعات الرأي دائما المعارضة كانت يعني تفوقت على السلطة التركية في استطلاعات الرأي الأخيرة، يعني قبل 4 أو 5 أشهر، نتيجة الخطاب الذي تحدثت عنه وهو التطبيع وإعادة اللاجئين. هذا الخطاب أجبر أردوغان على الانتقال من موضوع اللاجئين الأنصار والمهاجرين، هذا يعني الغلاف الديني المغلف، إلى الحديث أيضا عن إرسال اللاجئين، وأيضا أجبره على حديث عن التطبيع. أردوغان يدرك اليوم بأن الذي سيلتقي بمسؤولين سوريين في دمشق سيحسم على الأقل بتقديري بين 7 إلى 10% زيادة أصوات في الانتخابات القادمة. وبالتالي في النظام الانتخابي الجديد الذي فرضه أردوغان 50+1 أصبح لل1% قيمة كبيرة جدا، سيعمل قدر الإمكان على إنجاز هذا التطبيع قبل الانتخابات. سأعود قليلا إلى ما قلت بأنه التصريحات دائما تركية والبدء من تركيا والمبادرة من تركيا بهذا الاتجاه، ولو لم ترتقي لمستوى مبادرة ما زالت تصريحات. لكن هم تحدثوا، أجابوا على طرحك أنه نحن لا نخجل إن كان ذلك في صالح تركيا، لا نخجل بأن نتعاطى مع أي شخص ومع أي دولة، والوقت حان ربما بشروط للعودة إلى دمشق. إذن هم لا يخجلون من ذلك، يتحدثون فيه علانية. يعني هو الموضوع أكثر من موضوع مجرد خجل، أكيد بالسياسة في النهاية السياسة فن الممكن وفن المصالح، ولكن نحن نتحدث عن دولة، عن حكومة بنت استراتيجيتها القادمة ولمدة عقود كما كانت تقول على فكرة تغيير الأنظمة في المنطقة، والتدخل بشكل مباشر من خلال أنظمة هي تأتي بها في دمشق ومصر وإلى آخره، وتشكيل إعادة تشكيل منطقة. الآن عندما تقول تركيا نحن لا نخجل، عمليا يعني بتقديري يجب أن تخجل من فشل هذا المشروع، ويجب أن تعتذر نتيجة هذا الفشل. ولكن بالنسبة لهم، بالنسبة للحكومة التركية، من المؤكد يعني من حقها أن تبحث عن مصالحها ومن حقها أن تعدل سياساتها، ولكن يجب أن تحترم أيضا الموقف الطرف الآخر الذي لا يريد التطبيع من أجل التطبيع فقط. يعني الموقف السوري موقف واضح من خلال فرض 4 شروط، هي ليست شروط، هي بديهيات. أنا بدي أرجع لك بهي الشروط، وقالها وزير الخارجية فيصل مقداد، لأن في بعض الأصوات تقول لك بأنه لا يجب أن تكون على مراحل. رح أرجع لك فيها أخذ رأي دكتور سمير أيوب هذا الخصوص. دكتور أيوب، البعض يقول بأنه من وراء قرب أو على الأقل رغبة بتقارب دمشق مع أنقرة هي موسكو. يتم الحديث عن أنه الرئيس أردوغان يطلب قمة لنقاش الرؤساء الثلاثة لمحاربة الإرهاب. ما هو هدف موسكو إن كان دقيقاً مساعيها؟ وهل تتم المصالحة فعلاً بتدخل روسي؟ لأنه شفنا كثير من الإخفاقات الروسية بهذا الاتجاه على مدى 10 سنوات، لماذا الآن إذن؟ صحيح، روسيا منذ أن بدأت الأزمة في سوريا كانت إلى جانب الشرعية في سوريا وإلى جانب الدولة السورية، ورفضت أي تدخل في الشؤون الداخلية، ورفضت أي انتقاص من السيادة السورية. لذلك تركيا كل ما قامت به كان عكس كل ما أرادته روسيا في بداية هذه الأزمة. لذلك كانت سياسة أردوغان معروفة في ذلك الوقت، أي يعني سياسة النظام التركي بشكل عام، هو احتواء والسيطرة على سوريا، ولم يكترث لا بالآراء الروسية ولا بعد ذلك عندما ساعدت روسيا عسكريا الجيش العربي السوري. أيضا تركيا حاولت تخطي هذه المسألة وافتعلت صدامات مع الطرف الروسي، لكن بعد مرور فترة من الزمن واقتناع النظام التركي بأن مشروعه في سوريا لم يعد لديه أي أمل في الوجود أو في أن يحصل في المستقبل، أعاد
درس حساباته مع الطرف الروسي. وهنا روسيا أيضا يعني هي لم تقم بوارد الصدام مع تركيا منذ البداية، لكن من استفز هي تركيا عندما أسقطت الطائرة الروسية. رغم ذلك روسيا استطاعت نتيجة لحكمتها ونتيجة للتنسيق ولاقتناعها بأن الأزمة في سوريا لا يمكن أن تحسم عسكريا عن طريق كل الدول التي تدخلت في هذه المسألة، كان الطرف التركي أيضا يعني حاول مراجعة حساباته، وكانت علاقاته مع روسيا بشكل تحسنت وأصبحت تنعكس على الوضع في سوريا. دكتور، لكن نعم. الأتراك لم يبعدوا ويستبعدوا المسار العسكري حتى هذه اللحظات، يتم عدوان على الأراضي السورية حتى هذه اللحظات، يتم ضربات أيضا تركية في الأراضي السورية. إذن هم لم يقتنعوا بأن الحل العسكري لن يأتي بنتيجة. يعني هم لم اقتنعوا في النهاية بأن إسقاط الدولة السورية لا يمكن النجاح به من قبل هذا النظام. هم في البداية كان مشروعهم أكبر بكثير، بعد ذلك بدأ يتحجم هذا المشروع حسب ويعني عندما بدأت الإنجازات الميدانية على الأرض والاقتناع بأن روسيا لا يمكن أن تسلم بضرب الدولة السورية نتيجة للعلاقات يعني الاستراتيجية بين الطرفين. لكن الآن يعني تركيا بعد مرور كل هذا الوقت يبدو أنها اقتنعت بأن السياسة التي اتخذتها ضد سوريا لم تنجح. هم يتحججون بأنهم يريدون الأمن والسلام لتركيا ويحافظون على الأمن القومي التركي، لكن هل الأمن القومي التركي الآن هو أكثر أمانا مما كان عندما كانت العلاقات جيدة بين الدولة السورية والدولة التركية؟ الآن هناك فلتان على الحدود، والمسؤول عن هذه المسألة ليست سوريا وإنما تركيا التي فتحت حدودها لكل المجموعات المسلحة والإرهابية والتي عملت على توتير الأوضاع ومحاولة إسقاط الدولة السورية. روسيا يعني تتطلع إلى إبقاء علاقاتها جيدة مع تركيا وعدم المجازفة أيضا بإنجازاتها وعلاقاتها مع سوريا. من هنا كان دائما الهدف الروسي والمطالب الروسية للطرف التركي بأن يعيد حساباته ويعيد سياسته. نعم نجحت روسيا نوعا ما في هذه يعني في هذه المسألة، ولو أنها لم تحقق كل ما كانت تريده، لكن قدر الإمكان أبقت القنوات مفتوحة مع الطرف التركي وتحاول دائما كبح كل سياساته العدوانية في سوريا وإن لم تنجح بشكل كامل. لكن طيب. رغم ذلك رأينا يعني منصة أستانا من مشاركة تركيا وإيران وروسيا، والتي نوعا ما أدت إلى يعني حصول بعض التطور الإيجابي في العلاقات بين تركيا وروسيا وحتى الجمهورية الإسلامية، وانعكس أيضا على الوضع في سوريا. إذن روسيا من مصلحتها الآن أن يقتنع الطرف التركي إذا كان يريد الحفاظ على مصالحه إن كان مع سوريا أو حتى مع روسيا، عليه أن يعيد النظر بسياسته داخل الأراضي السورية وسحب جيشه من هناك. يمكن أن يكون هذا على مراحل، يمكن أن يكون ضمن اتفاق وضمانات، أما أن نعول على سياسة وفقط معلومات من الطرف التركي لا أعتقد أنه يمكن التعويل عليها. هي نقطة كتير تثار أيضا ومثار جدل، أنه التعويل على فقط تصريحات دون فعل. لكن أحد أهم الأسباب التي تقف حجر عثرة بين دمشق وأنقرة هي قسد قوات سوريا الديمقراطية. أنقل هذا السؤال السيد بسمان العساف من القامشلي. إلى هذه اللحظة تبدو التصريحات التركية حتى الآن غير مطمئنة لجهة تخوفها على أمنها الوطني، أمنها القومي، حدودها. تقول بأنه عائق كبير ممكن أن يمنع هو ممارسات قوات سوريا الديمقراطية وخطرها على تركيا الحالي والمستقبلي. الآن ما هو واقع الحال بالنسبة لقوات سوريا الديمقراطية بهذا الاتجاه، وهم يشعرون بعدم الراحة والقلق الدائم على لسان مظلوم عبدي من أن الأمريكيين لن يكونوا جانبهم بشكل دائم؟ نعم، مجددا تحياتي لك ولضيوف الكرام وللمشاهدين الكرام. طبعا كما ذكرت يعني ملف قسد تحديدا هو ما يهم الأتراك بالدرجة الأولى. يعني لو تحدثت بشكل مختصر عن الموقف التركي ونحن أقرب إليه جغرافيا وميدانيا وعسكريا أيضا، الكل يعلم أن تركيا تدخلت في الأزمة السورية منذ اليوم الأول،
وهي من فتحت الحدود وهي من قامت بدعم الكثير من المجموعات المسلحة وأيضا بعض التشكيلات السياسية مثل الائتلاف وغيره، وكان لها يعني تدخل في الأزمة السورية في كل مفاصلها السياسية والميدانية والعسكرية. يعني قد تكون تركيا من خلال تدخلها بالأزمة السورية في بعض النقاط استفادت، لكن بعد حصيلة عدة سنوات وصلت تركيا وحكومة العدالة والتنمية إلى قناعة تامة بأن كل سياستها تجاه الأزمة السورية كانت خاطئة، وهذا ليس بجديد يعني، وكان نتيجته تشكيل منصة أستنا طبعا برعاية روسية منذ عدة سنوات في محاولة من تركيا إلى محاولة تغيير سياستها داخل سوريا، ولكن هذا الأمر ليس بالسهل كما ذكرت بسبب الحجر العثرة الأساسية وهي ما تشكل على الحدود السورية التركية، أقصد مناطق شمال سوريا المحاذية لتركيا، ما تشكل من حالة أمنية وعسكرية تزعج تركيا تتمثل بقسد، ودائما الهاجس التركي دائما من الملف الكردي داخل الأراضي التركية. يعني كما تعلمون يوجد ملايين المواطنين الأكراد داخل تركيا ولهم مطالب ولديهم أحزاب سياسية ولديهم تشكيلات. إذن هل تخوف تركيا منطقي سيد بسمان؟ بكل تأكيد يعني، وهذا هو الدافع الأساسي لمحاولة الاقتراب من دمشق. يعني الملف الكردي ملف قسد تحديدا يعني هو ما يخيف الأتراك، ولذلك يعني تكلم الزملاء قبلي عن مدى مصداقية تركيا. طبعا تركيا كلنا متفقون أن موقفها كان سلبي يعني تجاه الأزمة السورية، وهي ساهمت في تعميق هذه الأزمة، لكن هل هناك فعلا رغبة حقيقية لدى حكومة العدالة والتنمية بالانفتاح على دمشق؟ أعتقد نعم، ولكن الأتراك يريدون من بوابة مصالحهم، هم يريدون تسوية ملف قسد، وهم يعلمون جيدا أنه داخل الأراضي السورية حتى لو كانت قسد تسيطر على مساحة جغرافية كبيرة، لكن في النهاية مفتاح الحل في دمشق. لذلك هي تطالب برأيي أو تريد من الحكومة السورية ضمانات بتسوية ملف قسد وإنهاء سيطرتهم. بالمقابل ما هو طيب لديها طيب عندما تقول بأنه الطريق إلى دمشق بالنسبة لقسد، لديهم خيارات قوات سوريا الديمقراطية الآن في هذا التوقيت بالتحديد؟ يعني كنا نشوف بفترات تقوى قسد، يكون لها ثقل، يكون لها نفوذ، بفترات أخرى الوضع مختلف، ذلك كله متعلق بالعلاقة بين تلك التكتل، هذا التكتل، وبين الولايات المتحدة الأمريكية أو حسب تصريحات أمريكا. هل لديهم الآن الوقت والخيار والثقل لحتى يكون في قرب من دمشق، أم أنه يجب أن يأخذوا فرص جديدة؟ لديهم وقت متسع من الوقت ليأخذوا فرصا جديدة بهذا الاتجاه؟ يعني بصراحة المشكلة الأساسية هي في موقف قسد. يعني هم يحاولون دائما أن يكونوا بيضة القبان أو يكونوا قريبين من جميع الأطراف، وهذا أمر يعني صعب جدا. يعني هم إلى الآن لم يحسموا أمرهم بصراحة، بكل تأكيد التواصل موجود مع دمشق، لكن لم يحسموا أمرهم بشكل نهائي. هم دائما يلعبون على التناقض بين الموقف الروسي والأمريكي. يعني عندما يكون هناك ضغط تركي يتوجهون مباشرة وتتابعون يعني تصريحاتهم، وحتى في لقاءاتنا معهم يطالبون بالحوار مع الحكومة السورية، ودائما يقولون أن الحكومة السورية والدولة السورية والجيش السوري هو مسؤول عن حماية الحدود وعن حماية السيادة السورية، لكن دائما يعني كانت الحجر العثرة إن صح التعبير هو الموقف الأمريكي. بمجرد يعني خروج أي تصريح أمريكي لو بسيط جدا تجاه دعم قسد، حتى لو مجرد تصريح، نراهم يتراجعون عن موقفهم تجاه التوجه إلى دمشق، وهذا أيضا ما يزعج الجانب الروسي ونحن نسمع منهم ذلك بشكل دائم. لذلك يعني عدم حسم موقفهم هو المشكلة حتى الآن، ولا نعتقد أن هناك وقت كافي. يعني دائما التأخير يعني يؤدي إلى خسارة أكبر يعني. طيب أنا رح أرجع لكم بهذا السياق، خلونا نأخذ تقرير يسلط الضوء على هذا الموضوع وأعود إلى الاستوديو. في ظل الصفعات الشعبية الرافضة للإرهاب وتصاعد وتيرة العمليات العسكرية ضد قوتها،
باتت قسد اليوم بحسب مراقبين على مفترق طرق تؤشر إلى هوية مخططاتها، خصوصا مع إشارات أنقرة المتزايدة للتقارب مع دمشق، التقارب الذي لطالما تخشى منه واشنطن لما له من عواقب وتوترات مع تركيا وفق البيت الأبيض. بمقابل ذلك يعزز الجيش نقاط انتشاره في المنطقة استعدادا لمواجهة أي تدخل خارجي، يضاف إليه تهديدات أنقرة بشن عدوان بري قابلته واشنطن بموقف مستجد عبر دعم ما يسمى فصيل ثوار الرقة في محاولة لقطع الطريق على أي تسويات قادمة، إضافة إلى حماية قسد من أي احتكاك تركي وإجهاض أي دور للتسوية السياسية التي تسير بها موسكو. تواجد قسد في الشمال الشرقي لسوريا وضع المنطقة في حالة تدهور، لا سيما في الأوضاع المعيشية نظرا لحرمان الأهالي من حقهم بالحصول على المحروقات، الذي دفع بدوره أيضا لتدهور الزراعة والاقتصاد. قوات سوريا الديمقراطية لم تتوقف هنا، بل وصلت استهدافاتها إلى حصار عدد من القرى والبلدات واختطاف عشرات الشبان ووجهاء وشيوخ العشائر. استمرار قسد في المراهنة على دعم واشنطن لها وسط تخلي أمريكا عنها المتكرر دفع تركيا للتذرع بتطبيق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تعتقد أنها تخولها الدخول في الأراضي السورية بحجة أمنها القومي، وهو ما ترفضه دمشق نظرا لاعتباره مخالفة صريحة لبنود اتفاقية أضنا الموقعة بين الدولتين عام 1998. نظرا للتطورات التي تشهدها سوريا حاليا، ما الذي ينتظر ساحة الشمال السوري في الأيام المقبلة؟ أستاذ سركيس، بهذا الاتجاه الرئيس الأسد قال أنه نريد أفعالا من تركيا لا أقوال. الشروط يلي قلت عنها في بداية الحديث أنها بديهيات، البعض حتى من السوريين يقولون بأنه مستحيلة الحدوث بشكل مباشر، الانسحاب وعدم دعم الإرهابيين وأيضا عدم وجود أي جندي تركي وموضوع ملف اللاجئين يحل. يعني هاي الشروط اللي قلت عنها بديهيات. البعض يقترح أنه من المستحيل أن تكون في باكج واحد سلة واحدة، يجب أن تنفذ على مراحل بضمانات روسية بضمانات دولية فليكن. إذن هل تعتبر أن شروط دمشق يجب أن تتغير؟ يجب أن تكون مرنة أكثر من ذلك؟ لا، الشروط لا تتغير، ولكن تتغير الآلية، يعني المطالبة بتنفيذ هذه الشروط وفق الآليات المتبعة والمدد الزمنية. الشروط إذا يعني طلعنا عليها هي الحد الأدنى من المطلوب، يعني لا يمكن أن يكون هناك علاقات طبيعية مع دولة تحت الأرض، هذا المنطق البديهي يعني القانون الدولي، ولا يمكن أن يكون هناك مثلا علاقات طبيعية مع دولة لا تحترمك وفق الأنظمة والقوانين الدولية وشكل العلاقة الدبلوماسية بين عاصمتين. فهذول الشرطين بديهيات. هلأ موضوع المياه موضوع قديم جديد، يعني طبعا أكيد بدها مفاوضات، أصلا هي يعني بحاجة لجان فنية وإلى آخره. موضوع دعم الجماعات الإرهابية، يعني أعتقد بأنه لن يكون هناك ضغط لتسليم مباشر وإلى آخره، ولكن يجب أن يتوقف الدعم. بما يعني السهل في التعامل مع تركيا بأن تركيا لها تجربة سابقة مع دول أخرى، يعني هي كانت معادية لكذا دولة في المنطقة، وعلى الرغم أن هذه الدول يعني تأذت أقل من سوريا بسياساتها، إلا أنها يعني قامت بخطوات حسنية، خطوات إثبات جدية نيتها، مثلا إغلاق القنوات الإعلامية التي تحرض، عدم إعطاء هامش للجهات الراديكالية التي تدعو بخطاب كراهية إلى أعمال إرهابية في سوريا. هذه كلها بديهيات. اليوم سوريا تأخذ بضمانات روسية وتجلس، ممكن أكيد يعني، ولكن يجب أن نأخذ نقطة بعين الاعتبار، ولا أعرف إذا الدكتور سمير أيضا يوافقني في الرأي، هذا الضغط الروسي أو الرغبة الشديدة الروسية لعقد هذا اللقاء أساسا جاء نتيجة تغير طبيعة العلاقة بين موسكو وأنقرة. بأي اتجاه؟ موسكو كانت ترى نفسها بأنها قادرة على ضبط أنقرة في أي وقت، ورأينا ذلك في 2020 عندما هدد الرئيس أردوغان بأن الجيش السوري إذا لم ينسحب من سراقب عند تحرير سراقب بأنه سيقوم بعملية عسكرية وإلى آخره. كان هناك ضربة للجيش التركي، و
قضى فيها يعني أكثر من 35 عسكري تركي حسب المصادر التركية. البعض تحدث عن طائرات روسية والبعض تحدث عن طائرات سورية. هوية الطائرة ليست مهمة لأننا نتحدث عن حلف عسكري. وبالتالي كان قرار سوري روسي بأنه يجب وضع حد لهذه التهديدات أو هذا يعني المضي قدما. اليوم هل تستطيع روسيا ذلك؟ لا أعتقد. يعني الوضع تغير، الظروف تغيرت، الحرب الأوكرانية فرضت ظرف جديد، طبيعة العلاقة. يعني كانت أقوى روسيا واليوم عم نشوف بعلاقتها في أوراق خسرتها بعد الحرب مع أوكرانيا. يعني في سياسات اضطرت تغيرها، في نهج مضطرة تغيره على الأقل في الفترة الحالية. ومن جهة أخرى زادت ثقتها بتركيا، هذا أيضا عامل مهم. يعني لحتى ما تكون القصة بس عبارة عن أنه هي تراجعت قدام تركيا أو خسرت، أكيد خسرت من قدرتها على ضبط تركيا نتيجة احتياجها لتركيا بسبب ظروف الحرب الأوكرانية، ولكن أيضا صار في علاقة بناء ثقة. العلاقة اللي حكى عنها الدكتور قبل شوي، أنه نحن عم نحكي عن مسار بدي بال2017، 5 سنين من المفاوضات. إذا رأينا لزيارات الرئيسين، أكثر رئيسين التقوا مع بعض هن أردوغان وبوتين. يعني صار في درجة أعلى من التفاهم والثقة المتبادلة. يتم اللقاء الثلاثي؟ يتم؟ على مستوى الرؤساء يعني أستبعد قليلاً، ولكن بما أن هناك لقاءات على مستوى الاستخبارات وهذا لم تنقطع بطبيعة يعني لم تنقطع الحال. أساساً يعني هي تعثرت قليلاً وبدأت قليلاً حسب التصريحات، يعني ما عندي معلومة دقيقة، ولكن قد هذا اللقاء قد يرتفع إلى أدنى مستوى دبلوماسي بين لجان وهيئات مختصة، معاونين وزراء خارجية، أيضاً وزراء خارجية. يعني لا شيء يمنع الفكرة، من يعني هي ليست التعنت بموقف معين. الفكرة ببساطة هناك بديهيات يجب أن تتم، وهناك أيضا وهذه طبيعة السياسة ظروف إقليمية ودولية قد تجعلك أحيانا تبدي مرونة أكثر لم تكن مستعدا لإبدائها سابقا. هذا هو الموضوع. بنشوف اليوم بهذا الاتجاه أيضا أنه الرئيس أردوغان لجهة داخلية كما يتحدث البعض أنه ممكن أن ينتهي من ملف اللاجئين السوريين يلي عددهم بالملايين في تركيا، وربما ورقة جيدة بالنسبة له في الداخل التركي. لكن أنا بسأل على المستوى السياسي الخارجي الدكتور سمير أيوب بهذا الاتجاه، لا سيما أنه ضيفي في الاستوديو سيد سركيس يرى بأنه روسيا علمت ماهية أنقرة، ما هو الحد التعامل مع أنقرة، ما هو سقف هذا التعامل معها خاصة بالملف السوري تحديدا. إلى أي حد موسكو قادرة على أن تكون ضامن بالعلاقة السورية التركية إن وجدت، ونحن نستند إلى ملف طويل لم تكن فيه الثقة موجودة، لم يكن فيه الفعل موجودا على أرض الواقع؟ صحيح، يعني ما يخص سوريا لا توجد ثقة لا من الطرف الروسي ولا حتى من الطرف السوري بالنظام التركي. ولكن أود أن أعقب على ما قاله الضيف، يعني روسيا كانت سابقا قوية والآن قوية، لكن الذي تغير هو أن الشراكة التركية الروسية أصبحت أكثر جدية وأكثر تطورا من السابق. لذلك إذا كانت روسيا أحيانا تغض النظر عما تقوم به تركيا، هو من أجل إبقاء هذه المصالح وإبقاء الباب مفتوح من أجل يعني حل هذه المشاكل إذا حصلت. لكن الذي ضعف هو نظام الحزب التنمية والعدالة في تركيا، هو الذي الآن بحاجة إلى أي تسويات لاستعمالها واستثمارها داخليا، يعني في الداخل التركي، ونحن على مقربة من الانتخابات. لذلك روسيا دائما تريد حل هذه الأزمة، من جهة لا تريد أن تحرج النظام التركي على أنه قدم تنازلات أو أنه ضحى، ومن جهة أخرى تريد أن تحفظ السيادة السورية وأن تحفظ الدولة السورية كما تريدها. لذلك نعم، يعني العلاقة الجيدة بين تركيا وروسيا يمكن أن تنعكس على الأرض في سوريا،
المشكلة أين؟ المشكلة كما قلت يعني حتى لا حتى قصد لا يمكن لها أن تقدر أو لا يمكن لها أن تقوم بأي أعمال يمكن أن تؤثر بشكل كبير. المشكلة ليست بقصد، قصد يمكن أن تنتهي خلال أسبوع. المشكلة بالاحتلال الأمريكي الذي يدعم هذه المنظمات الانفصالية، والمشكلة أيضا بالنظام التركي. يعني النظام التركي يريد تحسين علاقاته مع سوريا لاستثمارها داخليا، ومن خلال ذلك ضرب المجموعات الانفصالية الكردية. هو يقول أنها تشكل خطر على الأمن التركي، لكن أين الأمن السوري؟ هل تركيا مستعدة لقطع علاقاتها مع المنظمات الإرهابية، مع المنظمات المسلحة التي أنشأتها والتي دعمتها في سوريا؟ يعني هنا السؤال، وهنا يمكن أن يعني ترتبط المسائل إذا كان يمكن أن يعقد اجتماع ثلاثي بين الرئيس الروسي والرئيس التركي والرئيس السوري. لذلك روسيا نعم تعمل دائما من أجل إيجاد حل يرضي كل الأطراف، ولا يعني روسيا الآن لا تريد المجازفة بعلاقاتها مع تركيا، لأنه في النهاية العلاقات الروسية التركية هي علاقات الآن متطورة ومتقدمة، وروسيا كل هذا يأخذ وقت دكتور سمير. بمعنى إذا ما طلعنا إلى ما الذي يجري، موسكو لم تعد كما كانت عليه الآن، العقوبات الاقتصادية عليها، الحصار الاقتصادي، الضغط الاقتصادي والاجتماعي والنفسي أيضا على روسيا بعد الحرب على أوكرانيا، بطبيعة الحال ربما يغير كثيرا من التعاملات السياسية والاقتصادية، حتى وإن رأينا تقارب صيني روسي مؤخرا، لكن ملفاتها ربما أصبح هنالك أولوية، توجهها أصبح له أولوية. لا يمكن للولايات المتحدة أن تفوت هذه الفرصة، بمعنى كثير من التقارير اليوم الأمريكية ذكرت أنه ممكن الولايات المتحدة تعيد الانتشار في منطقة الجزيرة، وبالتالي هذا مؤشر أو قرار لقوات قسد بالاستمرار. فبالتالي اليوم نحن نقول بأن الولايات المتحدة لن تسمح بتفويت هذه الفرصة عليها. لكن الولايات المتحدة الأمريكية يعني هل تستطيع أن تستمر في هذه السياسة؟ هنا قلت أن العلاقات بين تركيا وروسيا يمكن أن تستثمر أيضا في سوريا إذا كانت نوايا النظام التركي سليمة. يعني يمكن لروسيا أن تسمح لتركيا في حال كان هناك تلاقي مع الدولة السورية بضرب هذه المجموعات الانفصالية. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية هي أيضا تستغل الخلاف بين تركيا وبين سوريا من جهة، وتحاول أيضا دق إسفين في العلاقات بين تركيا وروسيا. لذلك أنا قلت يعني رغم أن العقوبات التي فرضت على روسيا هي عقوبات قاسية ولم تبقى عقوبات لم تفرض، لكن هذا يمكن أن يعطي شيء إيجابي بالنسبة لروسيا، أي أنها تتحرر من أي عقوبات، وتقوم أيضا يعني سياسة يمكن أن يعتبرها الغرب سياسة قاسية في الشرق الأوسط. يعني تستطيع الآن روسيا أن تضرب أي مجموعة، تضرب حتى بالقرب من يعني القوات الأمريكية، يمكن أن تدعم حركات مقاومة، تستطيع أن تؤثر على الوجود الأمريكي في سوريا. الصراع الآن لم يعد مخفي بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. يعني الولايات المتحدة التي تزود أوكرانيا بمنظومة صواريخ باتريوت بأسلحة متقدمة براجمات الهيمرز، يمكن لروسيا أيضا أن تجند وتسلح مجموعات تعرض الوجود الأمريكي العسكري للخطر في سوريا. يعني كل هذه الجبهات مترابطة، لا يمكن لروسيا أن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية أن تستخدم كل أوراقها وتبقى هي مكتوفة الأيد، ولديها وجود عسكري، لديها مصالح في سوريا وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل عام. طيب خليني أنقل هذه النقطة لبسمان العساف، لا سيما أن هناك من يقول أنه لا أدري إن كان الرقم دقيق، ولكن على الأقل تصريحات قياديي قسد تقول بأنه لديهم أكثر من 100,000 مقاتل على الأرض بين عرب وكرد، لديهم علاقات تربطهم كتكتل بالولايات المتحدة، قالوا بأنهم حاربوا داعش وساهموا مع قوات التحالف. بالتالي لا يمكن بعد هذه السنوات التي من وجهة نظرهم قضوها في تحقيق أمل ما أن يتراجعوا الآن. لا يمكن كما يقول قياديو قسد تجاهل هذا التكتل المسلح، هذا التكتل الذي قاتل على مدى سنوات واكتسب خبرة على الأرض. نعم، يعني ما تفضلت به هو صحيح 100%. يعني طريقة التفكير أو الذهنية
الموجودة هي كذلك أنهم يمتلكون قوة عسكرية تزيد حتى عن 100,000 مقاتل بين قوات عسكرية وأمنية، وأنهم بنوا شراكة قوية مع التحالف. لديهم هذا الاعتقاد بكل تأكيد. لكن أنا أحب يعني أوضح يعني ولو حتى باختصار، يعني لا نستطيع أن ندخل بكل التفاصيل، يعني مع احترامي لكل الآراء الزملاء من موسكو ومن الاستوديو، هناك فهم خاطئ في الكثير من الأحيان للوضع في الجزيرة السورية أو ما بات يعرف الآن كمصطلح جيوسياسي بشرق الفرات. اليوم لا يمكن أن نتحدث أنه ممكن أن تلتقي المصلحة السورية التركية لإزالة ما يسمى بجماعات انفصالية قسد خلال أسبوع أو ما شابه. الموضوع ليس هكذا. يعني قسد نفسها لديها علاقات مع دمشق قديمة ومنذ بداية الأزمة، وهم يعرفون أنه في النهاية لابد من الحوار مع دمشق ومع الحكومة السورية. هم يعني مقتنعون بذلك، لكن هم يعتقدون كما تفضلت يعني لديهم أوراق قوة مثل علاقتهم مع التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ما بنوه من قوة عسكرية وأمنية ومؤسسات، يريدون استخدام هذه الأوراق لتحصيل أكبر ما يمكن من المكاسب، ربما السقف المرتفع لهم بالاعتراف بقوات قسد بخصوصيتها بإدارتهم الذاتية إلى آخره. لكن هم في نهاية المطاف يعرفون أنه الطريق هو طريق الحل هو في دمشق، وأي شرعية لا تكتسب إلا من دمشق. كما قلت أنا في بداية حديثي، يعني الوجود الأمريكي والقواعد الأمريكية، وأنت الآن أيضا ذكرت أن هناك ربما عودة أمريكية لبعض القواعد التي تم إخلاؤها في عام 2019، هذا أيضا يمنح عامل قوة من وجهة نظر قسد هذا، وهذا حقيقة يعني. وقبل أيام كان هناك يعني لقاء قبل يومين يعني مع مظلوم عبد قائد قسد مع قائد قوات التحالف، وأيضا مع رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني السليمانية فاضل طالباني. إذا يعني هناك تكتل إقليمي، هم يعتبرون ذلك أوراق قوة، لكن لا يمكن يعني تبسيط الأمور وتسخيف الأمور أنه يمكن أن نعتبر مثلا أنهم جماعات انفصالية ويمكن القضاء عليهم خلال أسبوع أو ما شابه. هذا الأمر يعني طيب غير ممكن. هم يعني هم من وجهة نظرهم أنهم يريدون الدخول بقوة الجيش العربي السوري، ولكن بصفة استثنائية. ما هي هذه الصفة الاستثنائية، وما هي إمكانية تحقيقها أيضا؟ حتى نكون صريحين، يعني ونحن تناقشنا معهم مع قياداتهم بأكثر من مرة، الموضوع الصفة الاستثنائية أمر مستحيل. يعني هم يريدون أن يكونوا ضمن الجيش السوري على إن صح التعبير على الورق فقط، لكن تبقى قوات قسد موجودة في شرق الفرات، يعني أي لا تندمج بشكل كامل في الجيش السوري وتنتشر على الأراضي السورية، يعني أشبه بحكم ذاتي، هكذا يفكرون. ولكن هم يعرفون أيضا أن هذا سقف مرتفع، لكن بالمقابل يعني بالمقابل الوضع المعقد وعدم وجود بصراحة إلى الآن، يعني أيضا لنتكلم من جهة دمشق، يجب أن يكون هناك خطة واضحة للمنطقة، ماذا يريدون، أن يتكلموا بكل صراحة مع قسد، ماذا يمكن أن يقدموا لهم. الضامن الروسي وهو الضامن الوحيد الموثوق من قبل الطرفين دائما يبحث عن حلول وسط، يعني هو دائما يقولون لقسد انه لا يمكن ان تلبيه هذه ما يسمونها خصوصيه قوات قسد، ولا يمكن الاعتراف بما انشاوه من اداره ذاتيه كما هي، لكن ممكن الوصول الى بعض ان صح التعبير الامتيازات، المكاسب، تقدير ما قاموا به من قتال ضد الارهاب، وتقدير لانهم لم يقاتلوا الجيش السوري ولم يكونوا كبعض اطراف المعارضه مرتهنين لتركيا أو غيرها. لكن المشكلة الأساسية في الوجود الأمريكي ودائماً، بس هن البعض بيقول لك أنهم مرتهنون للولايات المتحدة، يعني نفس الشيء، حدا مرتهن لتركيا وحدا مرتهن لأمريكا. يعني أنا كنت جاي على هذه النقطة أيضاً كمان، يعني هل كنت بيكمل بهذا الموضوع؟ فضل. هم يعتبرون علاقتهم مع الولايات المتحدة الأمريكية كانت علاقة ضرورة، يعني هكذا. طبعاً أنا لا أتبنى أي موقف، نحن نحاول أن نوضح طبعاً شيء طبعاً. حتى نستطيع نجد حلول. هم يعتبرون أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت ستدخل شاء أم أبو، وهي تقود تحالف دولي كبير بحجة داعش، ويعتبرون أن من دعمهم في قتال داعش هو التحالف الدولي، وهذا بالمناسبة يقولونه حتى للروس بشكل مباشر، يعني من خلال لقاءاتهم معهم، ودائماً يعني يبقون الباب مفتوح للتفاهم مع دمشق. لكن يعني كما قلت لك،
المشكله الاساسيه الان انه الامريكان موجودين ولديهم قواعد وهم يعودون الى القواعد من جديد، وهذا يعطي حافز اكبر لرفع سقف المطالب من طرف قطر. ايضا من ناحيه اخرى دمشق لا تقدم خطه واضحه تماما. باي معنى استاذ بسمان انه يجب على دمشق ان تقدم خطه واضحه؟ باي معنى؟ يعني نحن نتحدث عن مجموعه ضمن الدوله السوريه، لا نتحدث عن دولتين مثلا، لا نتحدث عن طرفين متوازيين. ما هي خطة دمشق التي يمكن أن تقدمها بهذا الاتجاه؟ وخلينا نكون صريحين، السوريون كشكل رسمي، كتصريحات رسمية، يرون أنه قسد لم تلتزم بالاجتماعات التي يتفقون بها في دمشق، في دمشق حديث وفي الحسكة حديث آخر وما حولها. قسد ترى بأنه دمشق لم تعطيهم الضمانات الأساسية لما يريدون، وأنهم يتخوفون أيضا من المستقبل على وجودهم. ما هي الخطة من وجهة نظرك التي يجب أن تقدمها دمشق، أو على الأقل من وجهة نظر قسد؟ تماما، يعني المطلوب الآن من دمشق أن تكون هناك، يعني الكثير من كل، بالمناسبة الاجتماعات التي حصلت قد نكون نحن مطلعون بشكل شخصي لأننا قريبون من جميع الأطراف، لكن كلها كانت اجتماعات سرية، ويعني كلها مجرد تسريبات للإعلام. لماذا لا يكون هناك خطة واضحة بنقاط واضحة؟ يا قسد، ممكن أن نقدم لكم كذا وكذا فقط، ممكن الحقوق الثقافية، المشاركة السياسية ضمن ضمانات حتى دستورية بالمناسبة. قسد تعتبر نفسها أنها تمثل عدة مكونات إلى آخره، لكن من وجهة نظر الدولة السورية أنها تمثل جانب كردي فقط أو جزء من الأكراد. لذلك يجب أن تكون كل هذه النقاط واضحة بالمشاركة أيضا مع، يعني ليس فقط ربما قصد تكون هي مسيطرة عسكريا وتمتلك مؤسسات أمنية، لكن هناك أيضا أحزاب أخرى، تكتلات أخرى، مكونات أخرى، يعني المنطقة ليست فقط قصد. لماذا لا يكون هناك مؤتمر حوار وطني في دمشق علني تدعو له الحكومة السورية، لا يضم فقط قصد وأيضا كل الأطراف في المنطقة، وبهذه الطريقة عدم احتكار الموضوع بجهة واحدة. ويعني حتى كانت، خليني أنقل هالنقطة، نقطة عم تشير إلها، هي ربما كثير من القوات سوريا الديمقراطية تتداولها والكثير من من حولها، أنه نقاط واضحة يعرف من خلالها من هم صناع القرار في قسد، أنه على أي أساس سوف يأتون إلى دمشق. لا نستهين بقوات سوريا الديمقراطية كما يقول ضيفي، لا يمكن عندما تقول بأنه إذا ما تم هنالك عمليات عسكرية أسبوع أو أسبوعين، لا، هذا الكلام غير دقيق، هم على الأرض ويعلمون بأنه هذا الموضوع لا يمكن أن يأتي هكذا. لماذا وصم قوات سوريا الديمقراطية بالصفة الكردية وهي مكون من جميع المكونات حتى العسكرية منها، ربما العربي فيها أكثر من الكردي؟ هذه نقاط تحتاج إلى إجابة. يعني أنا أتفق بجزء من حديث الضيف بموضوع عدم تسوية ملف قسد بالتعاون مع تركيا، يعني استبعاد هذا السيناريو، وهذا مستبعد أصلا. ولكن بموضوع طرح خطة أو آلية واضحة، المشكلة نحن نتحدث، عندما نتحدث عن علاقة مع تركيا نحن نضع شروط ونقول هذه الشروط تم تنفيذها، تمام، لم يتم تنفيذها نحن عندنا الخيار الثاني اللي هو المواجهة، لأنه تعتبر دولة احتلال. الدبلوماسية السورية بما يخص ملف قسد مختلفة عن التعامل مع تركيا. يعني حتى الآن أنا شخصيا لم أرى وسم قسد مثلا بالإرهاب كما نرى بالمجموعات التي تدعمها تركيا. هناك رغبة بحل هذا الملف. مين ما وسمها؟ دمشق. لا، وسمتها الإرهابية. فترة من الفترة، نعم، ممكن، فترة من ولكن كان في هذا، ولكن يعني لا يوجد هناك هذه المعادلة، إن لم تقبلوا سنقاتل. يعني هناك استبعاد لاستعمال القوة السلاح، على عكس المجموعات التي تدعمها تركيا وحتى تركيا. يعني حتى لجهة تركيا التصريحات دائما هي احتلال ومقاومة، وبالتالي هنا نحن عندما لا يكون هناك خيار استعمال القوة نحن نتحدث عن مسار تفاوضي. في المسار التفاوضي لا توجد نقاط واحد اثنين ثلاثة، لأنه الظروف والعوامل كلها تلعب أدوارا. سأعطيك مثال،
تركيا التي تتحدث عن مخاوف على أمنها القومي من قسد استقبلت في عام 2014 صالح مسلم في أنقرة ووضعت له العلم وإلى آخره. صالح مسلم لو متعاون مع أنقرة بال2014 وقال لهم خلص نحن صرنا معارضة، قسد اليوم كانت معارضة معتدلة بالنسبة لتركيا، وبالتالي كانت ضد دمشق، كانت عدوة لدمشق. طبعا أخذوا خيار مختلف. يعني الآن أنا أرى أيضا أتفق في هذه النقطة، هناك تحرك أمريكي جاد لإعادة هندسة المنطقة. يعني زيارة بافال طالباني، بافال هو يعني لنقل الميزان في العراق بين إيران وأمريكا، يعني هو يعرف يجيد هذا التوازن. وبالتالي أنا أرى اليوم محاولة أمريكية لإخراج روسيا من هذا الملف، فقط روسيا. يعني أنا لا أعتقد الولايات المتحدة منزعجة من الضغط التركي على قسد، ولا أعتقد بأن الولايات المتحدة تستطيع تحمل أي خطوة سورية ضد قسد، أقصد استعمال القوة التي أنا أستبعدها أيضا يعني. وبالتالي هناك محاولة أمريكية في كل هذه الأجواء. لا يمكن الآن الحديث عن بنود 1-2-3. هل يجب أن تستمر اللقاءات؟ طبعا، يعني هذا طبيعي، هذا المنطقي، لأن نحن نتحدث في النهاية عن مشكلة داخلية. هناك أزمة، هناك مشكلة، هناك طرف يتعاون مع الأمريكي صح، ولكن السياسة السورية في الفترة الأخيرة يعني استطاعت استيعاب حالات مشابهة وأكثر. وهنا النقطة، يعني بمعنى أن ضيفي من القامشلي يقول عدم الاستهانة بهذا المكون الموجود، لأنه هني على الأرض بيعرفوا أنه ما الذي يعني هذا المكون على الأرض. بنفس الوقت إذا عدنا قليلا إلى التاريخ، دمشق دعمت الأكراد بالأسلحة لحرب الإرهاب في بداية هذه الأحداث التي تمت في سوريا. وبطبيعة الحال بدي أعقب على الشيء اللي قلته، قالها المسؤولون السوريون أنه أي حدا بيحمل سلاح دون سقف الدولة هو إرهابي. وبعدين إلى أين يسير هذا الملف؟ الأكراد يرون بأنهم لديهم حقوق يجب أن يحصلوا عليها، دمشق تقول بأنهم أخذوا هذه الحقوق ويجب ترك السلاح أو مع الجيش العربي السوري بشكل نظامي دون شروط. إلى أين يذهب هذا الملف؟ هذا سؤالي الأخير إليك أستاذ. التلويح سكيت بالسلاح لاستعادة أي حق، سواء كان حق أو لا، يعني ما عم فوت بماهية الحق، ولكن يعني محاولة أخذ الحق بالسلاح هذا يعني بأنك أنت تعادي الطرف الآخر عداء. هذا الملف لا يحل بالعداء لسبب بسيط جدا. نحن نتحدث عن دولة لها يعني عدا وزنها العسكري والسياسي والاستراتيجي، عندها شبكة معقدة جدا من العلاقات الإقليمية التي إذا يعني استطاعت أن تتنفس قليلا بعد 10 سنين حرب وأكثر، يمكنها الذهاب إلى أبعد. إذا تمت ذلك العلاقة بين أنقرة ودمشق، ما الذي يمكن أن يحدث لجهة الشمال؟ أنا بتقديري هذه العلاقة إذا تمت سيكون هناك ضغط كبير جدا على قسد، لأن هناك اتفاقية أضنة، وهي اتفاقية سارية جمدت نتيجة قطع تركيا للعلاقات الدبلوماسية والتراجع عن العادات والتقاليد الدبلوماسية. ولكن في حال يعني العودة لتطبيع العلاقات، هناك اتفاقية أضنة. هذه الاتفاقية تحرج ليس فقط قسد، تحرج الأمريكان أيضا. يعني من جهة أخرى، أنا لا أرى جدية في المخاوف التركية على أمنها القومي. أنا أعتقد بأن هذا الشعار، يعني هذا شعار للاستهلاك الداخلي، ولا أستبعد أن يتغير هذا الشعار مع القرب للانتخابات، خاصة أنه بال2019 رأينا شقيق عبدالله أوجلان خرج على القناة الرسمية التركية ويعني طالب الكرد بانتخاب أردوغان. فأين كانت هذه المخاوف؟ لأنها لعبة سياسية، لذلك أقول من الصعب الحديث فيها يعني كقواعد علمية وترقيم 1-2-3. شكرا. سؤال أخير للدكتور سمير أيوب فيما يتعلق بمستقبل المنطقة، لا سيما أن كثير من التحليلات ترى بأنه
روسيا تتخوف من إعادة انتشار أمريكا لرسم الخريطة من جديد، أو على الأقل لإعادة الدخول من جديد، وهو ما يحصل بطبيعة الحال. ما الذي يمكن أن يحدث في المستقبل ضمن هذا الملف بالوجود الروسي، بالتعاطي الروسي إذا كان مع أنقرة أو حتى مع الواقع السوري؟ لا أتصور أن الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع إعادة خلط الأوراق بوجودها في سوريا وتعيد وتعود وتهدد الإنجازات الميدانية. الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع عرقلة الحلول السياسية، عرقلة كل الحلول التي تريدها تركيا وتريدها روسيا وتريدها الدولة السورية. لكن يعني أعود إلى ما مسألة المكونات الكردية، أنا لم أقل أنه يمكن القضاء عليها عسكريا خلال أسبوع أو أسبوعين. يعني مجرد انسحاب القوات الأمريكية ورفع يدها عن دعم هذه المجموعات وهذه المكونات تصبح ضعيفة، لم يعد لديها أي من يحميها، وأنا متأكد أنها ستعود إلى دمشق وتعود إلى الدولة السورية. لكن المشكلة كيف عليها أن تعود؟ يعني كلما زاد الدعم الأمريكي ملاحظ أنها تتمرد على الدولة السورية، وكلما يعني شعرت بأن التغطية الأمريكية لها يمكن أن تنتهي يعودون إلى الدولة السورية. إذن على هذا المكون أن يعني أن يضع ما يريده بشكل واقعي، هل هم يريدون البقاء ضمن الدولة السورية؟ وأنا أعتقد أن روسيا هي الضامن الوحيد وهي ذات ثقة لكل الأطراف من أجل إعطاء هذه الثقة والضمانات للمكونات الكردية. يعني روسيا إذا استطاعت أن تعطي ضمانات حتى للمجموعات المسلحة عند المصالحات التي حصلت في سوريا، وكانت هناك يعني أماكن وحالات أعقد بكثير من المسألة الكردية، لكن المشكلة هي لدى الطرف الكردي، ولا يمكن للدولة السورية باعتقادي أن تقبل بوجود مجموعات مسلحة خارجة عن القانون وتحمل السلاح. نعم يمكن أن يكون لها امتيازات، يمكن أن تعطى امتيازات، يمكن أن يقدم لها ما لم يقدم لها سابقا، لكن هذا كله ضمن الدولة والسيادة السورية. ما يخص يعني الطرف التركي، في النهاية على النظام التركي أن يحدد هو يريد مصلحة تركيا أم مصلحة النظام الحاكم في تركيا، لأن تجيير كل ما لدى النظام من أجل حزب النظام الحاكم هذا لا يخدم تركيا، وحتى أيضا ما يخدم سوريا، لأن هذا النظام هو أساس المصائب في سوريا. لذلك أيضا يعني يجب تحديد كل ما تريده تركيا. وأنا يعني أعود إلى اتفاقية أضنة، نعم هي الركيز الأساسي لعودة العلاقات بين تركيا وسوريا وبمباركة روسية، وهذا يمكن أن يختصر الكثير من المشاكل ويعيد يعني الأمور إلى سابق عهده. من سانت بطرسبورغ الدكتور سمير أيوب المختص بالشأن الروسي وعضو المركز الثقافي الروسي العربي، شكرا جزيلا لك. وأيضا من القامشلي عبر خدمة سكايب بسمان العساف رئيس تجمع سوريا الواحدة، شكرا أستاذ بسمان. والأستاذ سركيس قصرجيان المختص بالشأن التركي، شكرا لوجودك بالاستديو. مشاهدينا الكرام أختم بهذا التقرير، السلام عليكم.